طيب بدنا نستأنف المحاضرة الماضية، تمام؟ وحكينا إنه اللي عملناه المرة الماضية إنه إحنا كتبنا كود من الصفر عشان أقرأ الأيريس داتا سيت باستخدام الباندا، تمام؟ وحضرت الواي وحضرت الإكس، تمام؟ واستخدمت عدة موديل، استخدمنا جربنا Decision Tree Classifier والنايف بايس. وشفنا كيف ممكن نعمل train الموديل وpredict ونعمل evaluate، تمام؟ الآن حكينا إنه المرة الماضية إنه هذا الـ يعني هذا الأسلوب إنه أنا أعمل بريدكت للديتا اللي انا اوريدي استخدمتها في التريننج انه هذا الاسلوب مش صحيح. عشان هيك بدنا نشوف طريقه في تقسيم البيانات، انه عادة انا عندي في الماشين ليرنينج هاي عندي البيانات بهذا الشكل، تمام؟ اللي احنا سويناه انه هادي لتخيل البيانات زي هيك بهذا الشكل، هذا عبارة عن الـ X وهذا عبارة عن الـ Y. الـ Y عبارة عن فيكتور بهذا الشكل، والـ X عبارة عن ماتريكس. هنا أنا عندي A1 A2 A3 إلى آخره الأتريبيوتس، وهنا أنا عندي السجلات R1 R2 أو حتى بسموها I1 Instance 1 Instance 2 إلى آخره، تمام؟ اللي إحنا سوينا إنه إحنا أعطينا الـ X للماشين ليرنينج موديل وطلبنا منه انه خلي بالك لما يكون الاكس هالقد بيكون الواي زي هيك، ولما اجينا عملنا تيست استخدمنا الاكس هاي نفسها في الموضوع، فهذا الاسلوب مش صحيح لانه فعليا بخبر يعني بيعطينيش مؤشر قديش انه هذا الموديل جيد. فالاسلوب الافضل انه شو اسوي، اروح اقسم البيانات انا عندي لترين وتيست، اقسمها لجزئين ترين تيست. فبالتالي بستخدم هذا الجزء اعمل فيه فيت تريننج يعني، وهذا بستخدمه في الايفالويت في الايفال، تمام؟ قديش النسب عادة؟ النسب عادة بتكون يعني انه يعني اغلب البيانات بتكون للتريننج، فبالتالي ممكن تكون النسب زي هيك. في قاعدة انه انا بحط مثلا 90% ترين وعشرة او 80-20 او تلتين وتلت 66-33 او بالاحرى بتكون واحدة منهم هذه 34 بهذا الشكل. فبالتالي انه هاي التقسيمات او مثلا 7 75 25، يعني بنلاحظ انه في هاي النسب كلها انه اغلب البيانات انه هي او الجزء الاكبر مستخدم للتريننج والجزء الثاني انه هو مستخدم للتست، تمام؟ الشغلة هذه كيف انا ممكن اسويها؟ وزي ما تعودنا بدنا نشوف كيف ممكن استخدم الدوكيومنتيشن عشان اعمل هاي الشغلة. فبدي افتح هنا السايكت documentation، ممكن تطبقوا معايا الآن إذا أنتم حابين. وفي السايكت documentation
زي كأنه في شيء في الإنترنت، يعني إنه في بطء. مش عارف، يبدو انه في اشي في جهازي او مش في البراوزر، مش عارف ايش هو. انا حاسس انه الجهاز بطيء بشكل عام. سكيل ليرن، والفايرفوكس يبدو انه في، مش عارف. طيب في الاسكيلر اكتبوا معايا split، كلمة split. نعم، طبعا هذا add اعلانات اعلانات، فاول ما باجي هنا اللي هي train test split اول نتيجة، فبالتالي هنا من الاسكيلر model selection train test split. طبعا شو وظيفتها هاي؟ وظيفتها انه تقسم لي البيانات ل train و test. ايش الباراميترز اللي انا بدي اعطيها اياها؟ انه هي عبارة عن البيانات نفسها، تمام؟ بالاضافة لانه test size والtrain size، تمام؟ الراندوم ستيت ممكن اعطيها اياها انه شفل، انه هو يخلط البيانات او لا، كيف؟ بالضبط. ستراتيفاي، انه هذه شغله مهمه، انه ستراتيفايد سامبلينج، انه على سبيل المثال انه عندي الداتا سيت مكونه من ثلاثه كلاسز، لو انا قسمتها مثلا تلتين وتلت، انه ما يجيش للتريننج انه من تو كلاسز، والتلت اللي انا بدي استخدمه في تيست انه من كلاس ثاني. فبالتالي انه ستراتيفايد سامبلينج بيعمل سامبلينج من كلاس ليبل، بحيث انه هي تكون ممثله في الترين وممثله في التست. كيف؟ لا، الموضوع مش عشوائية أكثر ما إنه بيراعي توزيع الكلاس ليفل. يعني على سبيل المثال أنا يعني الأيريس داتا ست مكونة من ثلاثة كلاسز، لو أنا قسمت تلتين وتلت وأخذ التلتين الأولانيات من تو كلاسز والتلت الثاني من كلاس ثالث، من الكلاس الثالث، فبالتالي انه هو بكون تعلم على تو كلاسز وانت بتعمل تيست على كلاس، فمش منطق. فلا، لازم اخذ عينه من ثلاثه كلاسز تكون موجوده في الـ في الترين بارت. او بيعملها دراسه الاول للعينه كلها او للداتا كلها بعدين. صحيح، هذه الاسكيلرن هي اللي بتسويها، انه هي بتطلع على الكلاس ليبل وبتشوف، تعمل الستراتيفايد سامبلينج. هذه شغله مبدا مهم كثير في الماشين ليرنينج، ستراتيفايد سامبلينج. فبالتالي انه بعطي له البيانات مثل هيك، فممكن انه احنا نضيف على هذا الكود. فبالتالي هذا الكود انا بدي اخليه مثل ما هو، وبدي اعمل منه نسخه 2، افتحه عشان خلي الكود الاولاني مثل ما هو. وهنا بدنا نضيف الامبورت تبعي اللي هو from ascii.learn.modelselection import test set. هذه داله طبيعه الحال، تمام. وبعدين باجي وين؟ عند هذه الجزئيه، بعد ما انا فصلت الاكس والواي، باجي انه انا بقسم البيانات. انا عندي حتصير انا عندي train، او خلينا نسمي بالبداية x underscore train، y train comma، لانه هي بترجع اربع شغلات، وال x test y test بتساوي،
فبالتالي انه هي بترجع لي كتابل مكون من اربع عناصر، فبعملها assignment بهذا الشكل بتساوي train test split، بستدعي هاي الدالة بديها الx والy وبديها واحدة من البراميترز هدول اللي هي سواء انا اديت اديت للترين سايز او التست سايز او ما اديتش واحدة منهم، فهو بروح باخد باي ديفولت انه 25. فبالتالي هنا هذه عبارة عن فلوت القيمة تبعتها بين الزيرو والواحد، بتمثل لي فراكشن. فيعني انا ممكن ببساطة اروح احط انه الترين سايز بتساوي 0.8، خلي احطها بسطر جديد، وهنا بطبيعة الحال التست سايز بتكون 0.2، فبالتالي لازم يكون مجموعهم واحد، او باخد واحد من البراميترز وهو بعرف البراميتر الثاني لوحده. فاما بدي الترين سايز او التست سايز، في حال انه ما اعطيتش لا هذا ولا ذاك ايش راح بيسوي؟ فبروح بحكي انه انتجر او نون، انه في حالة انه كان نون وفيشي فاليو انا عندي في الترين سايز، فبروح بحطها 25. فبالتالي القسمة بتصير عندي 75 للترين و25 للتست. نعم، احنا خلينا نمرر الباراميتر مثل هيك، تمام، وخلينا على الديسيجن تري نشوف كيف اداء الديسيجن تري في الموضوع. وهنا في الفيت بده يكون underscore train، وهنا underscore test، تمام. بس خلينا اول انه احنا نتأكد من هذا الموضوع، train print train، فبنعمل print ل train x train head، قد انه هي برجعها as ال list، فبالتالي لا مش راح يعرض لي اياه، فبحكي له انه ما دام انه هي list فبحكي له انه بدي اول خمس عناصر. انا شفت الريتيرن تايب انه عبارة عن list، فبالتالي انه هي بطلت data frame. ممكن اعملها cast لفريم بس انه خلاص يعني، فهي وهنا بدي اطبع ال y اول خمس عناصر، وهذا الكلام بدنا نطبقه كمان على التست بس للتأكيد انه اشوف بعيني انه السبلت صح ولا لا. بالتست وهذا الكلام اعمله زي هيك، لا تست تست، وهنا باخد input عشان اوقف الاكسكيوشن بهذا الشكل. عبال ما يشتغل انا ممكن اتأكد من الكلام هذا هنا من الكود. فهنا الترتيب x train x test y train y test، انا اخطأت وانا كنت متعمد في هذا الكلام، لانه انا بدي اورجيكم ان الدوكيومنتيشن قديش انه الموضوع مش انا مش حافظ كود، انا مش حافظ كود. الترتيب اللي انا عملته x train y train x test y test، لكن الترتيب الصح اللي يفترض انه يكون زي هيك في حال انا اديته الترتيب انه x و y، تمام. فهذه بصحح الموضوع من هنا من documentation. طبعا هنا ايش سويت انا في الترين؟ طبعت الاكس والواي، تمام، هاي الترين هنا
هذا الـ X وهذا الـ Y للأسف. شايفين إيش الخطأ؟ بالضبط. فبالتالي ترتيب الباراميتر إنه المفروض إنه يكون مثل هيك. الـ X train و test، بعديها الـ Y train و test. فهنا دائما بذكر في الموضوع إنه الماشين ليرنينج هنا وصفات، دائما بقرأ الدوكيومنتيشن حاطه قدامي زي هيك وبشوف. بعد فترة بعد ما أنا أشتغل على الماشين ليرنينج بروجيكتس، يعني إذا أنا اشتغلت يعني تقريبا كل يوم، فبالتالي هاي الشغلات إنه بتكون فاميليار معاها بهذا الشكل. الآن نشوف الكلام هذا مظبوط، نرجع نشغل. نعم كيف؟ ماشي تمام. يبقى هذا الاكس، هذه الداتا، هذه الواي، وهذا الاكس. وهنا بعد ما فصلنا هاي الترين، تمام، هذا الترين، هذا الاكس، والواي وينها؟ هاي، تمام. فخليني بس انه في الكود هنا حط اكس، هذه واي، وهنا نفس الكلام. حقيقة مبدأ انه احنا نقسم البيانات انا عندي لترين وتست انه مستوعب انت، تمام. والسبب في ذلك انه عشان انا اشوف الموديل قديش انه هو فعلا اكيوريت وانه هو قديش كويس، لازم اختبره على بيانات ما شافهاش قبل هيك. لانه انا عندي في البزنس في الريال ابليكيشنز انه انا بعمل ترين على بيانات، باجي انا عندي اكزامبلز جديده عمروش الموديل شافها بيخطئ فيها. فلازم هذا الاشي انت تكون عامل حسابه من الاول، انت تشوف قديش مقدار جوده الموديل او قديش انه هو كويس قبل ما انه انت تنزله في الخدمه، قبل ما تعمله ديبلوي. فهنا لازم نقسم البيانات انا عندي لترين وتست. فالنسب انا بحددها عاده بيكون في الترين انا اكثر. كيف بدنا نسوي الشغله هذه؟ طبعا بتروح على الدوكيومنتيشن، تبحث هنا على كلمه سبلت، بيجي لك هنا ترين تست سبلت. وين موجوده؟ في اي باكج؟ اسكيلرن موديل سيلكشن دوت ترين تست. فبالتالي كيف بعملها امبورت؟ هنا فروم اسكيلرن موديل سيلكشن امبورت هذه الداله. هذه بعرف انه هي الداله من النيم كونفنشن، انه هي كلها سمول لتر. طيب شو بترجع او شو بتاخذ باراميتر؟ هاي في الدوكيومنتيشن تاخذ الاريز اللي هي الاكس والواي، وفي انا عندي باراميتر تيست سايز، ترين سايز، والراندوم ستيت، والشفل، والستراتيفاي. هدول شرحناهم. فانت هدول كلهم اوبشنال كمان، يعني الشغله الاجباريه انا عندي هي الاكس والواي. ليش اوبشنال؟ لانه انا ما حطيتش ترين سايز وتيست سايز، وهو بروح بفحص انه اذا كان نون وما فيش فاليو موجوده في الترين سايز، فبروح بحط الفاليو 25، فبالتالي التست بتصير 25 والترين 75. لكن اللي انا عملته في الاستدعاء هنا ايش حطيت؟ اديته الاكس والواي، وديته بشكل يعني صريح انه حكيت له انه بدي الترين 80% والتست 20%. تمام؟ طبعا شو بترجع؟ بترجع البيانات مقسومه، انا اديتها اكس وواي، بيرجع لي الاكس مقسومه والواي كذلك مقسومه ل 2 بارتس. ايش بسمي البارتس هذول؟ اكس ترين، اكس تيست، واي ترين، واي تيست. اذا انت ما كنتش مستوعب هذا الترتيب او مش بالاحرى فاكر هذا الترتيب، ممكن ترجع هنا في عندك اكزامبل انه هاي انا عندي الاكس والواي، تمام. هاي استدعاء الداله، هاي اديته اكس وواي وحاطط انه الترين سايز 33. ايش برجع لي الترتيب؟ اكس ترين، اكس تيست، واي ترين، واي تيست. طبعا الاكس والواي احنا التسميات هذه متفقين عليها، تمام. طبعا الاكس هنا عامل لي جنريشن للراندوم ليست
as numby array تمام اللي هي مكونة من two attributes من عمودين وكم صف؟ خمس صفوف. فبالتالي هنا nb dot a range 10 reshape 5 2 خمس صفوف وعمودين وهنا range 5. فهذه انه طلع لي الx والy. شفت طبعت الx هاي زي هيك والy هايها زي هيك تمام. فهذا الx وهذا الy عمل له generation بدل ما يحمل الداتا سيت as a random array وهنا قسمها بهذا الشكل تمام. طيب الان انه انا بدي اتاكد انه التقسيمه تبعتي صحيحه. في الاول شفتها انه التقسيمه ما كانتش مظبوطه. دائما انت بتطبع جزء من البيانات. يعني انا كيف حددت انه هذه عباره عن ليست؟ هنا اطلعت على الريتيرن تايب هيو ريتيرن اللي هو السبليتنج تبعي. ايش التايب تبعه؟ ليست. يبقى ليست كونتيننج اوف ترين تيست سبليت. فبالتالي الهيد هنا بيمشيش حال، بطلت داتا فريم. كيف زبط بالهيد؟ معقول؟ اوكي هيد وهاي هيد وهنا نفس الكلام. الدوت فهنا حطيت الاكس والواي في الترين والاكس والواي في الترين اتاكد انه هي تمام. بشغل طبعا هذه الواي عباره عن الكلاس ليبل، هذا الاندكس، هذه اللي هنا هذه الاندكس وهي الاكس. نيجي للترين بارت، هاي الاكس في الترين بارت وهي الواي. يبقى الاكس عباره عن البيانات تبعت الفيتشرز والواي عباره عن الكلاس ليبل. وهنا نفس الشيء التست انه الاكس عباره عن الفيتشرز والواي عباره عن الكلاس ليبل. طيب بوقف الانبوت هنا وبستأنف الكود عشان اشوف قديش عفوا في لا هنا 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 ادينته ترين اكس واي ترين مش تيست. خلص بديله الاكس والواي من جزئية الترين وهنا في البريدكت نديله الاكس تيست. وفي الايفالويشن ايش الاختلاف هنا؟ انه الواي ترو ايش بدها تساوي؟ مين يحكي لي؟ واي ايش؟ هي يا ترين يا تيست. ترين؟ يعني احنا في الايفالويشن. واي تيست. وهنا بدي له البريدكتس اللي طلع لي اياها الماشين ليرنينج كلاسيفاير. متخيلين كيف؟ متخيلينها على الرسمة؟ يبقى هنا اخذت الاكس هاي اكس ترين هذا البارت تمام والواي بنيت فيه الماشين ليرنينج موديل. في البريدكت ايش اديته؟ اديته الاكس تيست هذا ترين. وايش طلعت؟ طلعت واي ثانية هنا في هذا الجزء اللي هي البريدكتس. وهذا البارت اسمه واي تيست. في الايفالويشن انه احنا بدنا نقارن هاي الواي مع هاي الواي. هذه واي بريدكت تمام؟ بدنا نقارن هاي الواي مع هاي الواي، الواي اللي هي واي بريدكت. كيف بنقارن؟ انا احنا حكينا عن هذا الامر المرة الماضية انه هي الاكيوريسي سكور شفناه في عملناه في اكسل انه هذا الكلاس انه طلع صح هذا غلط، بعد عدد الكلاسز اللي طلعها صح وعدد الكلاسز اللي طلعها غلط. فالاكيورسي بتصير وبقسم على العدد الكلي للتست سايز. فهيك ساعتها بقدر انه اشغل
93%. هذا decision tree. decision tree المرة الماضية قديش جابت لنا؟ جابت لنا 100%. لو أنا كنت بعمل تيست على نفس البيانات. لكن هنا بين فعلا الموديل قديش انه هو اكيوريت، انه اداني بشكل معقول انه 93%. طب البيزيان نجربه، بس بعمل تاجل لهدول انه هذه كومنت وهذه ان كومنت. ستة وتسعين في المية. يبقى مين أحسن؟ بيزيان. البيزيان المرة الماضية على الترينينج. الله يعطيك العافية. آه لا كان موجود هو المرة الماضية. لا لا اللي المرة الماضية المساعدة اللي إجت الحضور أخذت حضور الغياب قلت لها الـ LCD وأنا حطه قلت لي خلاص اتركوا هنا. فعشان لا هي قالت لي اتركوا هنا فهو كان موجود هنا بالمرة الماضية. انتوا بدكم تخلوه هنا ولا ماشي وين بدكم تحطوه؟ هو عشان الصبح لما باجي بلاقيش حدا. يوم الاربعاء طيب فشفنا انه المره الماضيه انه البيزيان كان في الترين وضعه سيء، ومش انه هو سيء يعني انه اقل الاكيرسي تبعته، بس فعليا الاختبار الحقيقي وين؟ انه انا احسب البيانات انا عندي للترين وتست، ساعتها ببين بشكل فعلي قديش انه الموديل هذا كويس. تمام. طيب بدنا ناخد هذه بدها تصفيتها في المخ كلكم طبقتوا ال split؟ لا ليش؟ طيب أعطيكم فرصة تطبقوا بدون LCD؟ لا بدون لا لا, لا, لا زي ما انا عملت انا كتبت كود وغلطت استعنت بالدوكيومنتيشن. تمام. بس قبليها خليني اديكم انه ناخذ نعمل بريدكشن للنيومريك داتا. تمام. فبدنا نشوف لانه المتريكس بتختلف. فايش بدي اسوي هنا؟ بدي خليني انزل بيانات من كاجل. واخليكم تطبقوا التنتين سوا. فهذه الداتا سيت اللي موجوده على الكاجل اللي احنا كنا نشتغل عليها، فبدي انزلها لوكالي وانه نشتغل عليها. هذا الملف فول 34,000 ريكورد 21 كولو. فهي داونلود احطها في ملف المشروع. وهنا افك الضغط تبعها.
هنا يفترض انه انا الاقيها في المشروع، فبدي اعمل بروجكت جديد، فممكن طبق معي ساعتها الان، يعني ابدا طبق معي الان. فايش بدي اسوي؟ هذا بدي اعمل منه نسخة 3 شوف ايش انا شو بدي اسوي. هذا بدي اعمله زي هيك وهيك بالضبط، بدك تكتب من الصفر. فبس خليني اضيفه على الجيت هاب عشان انه، او انت ممكن تنزله مباشره لوحدك. اكتب هنا ماربورين هاوسينج ماركت او داتا سيت كاجل، فبجيب لك الرابط هذا. واذا ما عثرتش عليه فهيو راح تلاقيه على الجيت هاب ريبوزيتوري. ملبورن هاوس داتا سيت، اوكي. وجدتها؟ طيب هاي انا ببدا بكتب بشويش بشويش عبال ما انت تلحق علي. فاول حاجه امبورت باندا as bd، وهنا home data بتساوي او house data بدل home bd.read csv، بعطيها مسار المناخ، مسار المناخ حطيته في هنا، اعمل extract في مجلد فرعي، فهي copy وهنا paste. او بدي اخذ ال relative path، هنا بعمل right click وبحكي انه copy relative path، فبحط لي اياه زي هيك تمام. وبنشوف نستكشف البيانات هذه dot، طبعا في جملة print head بشغل واحدة واحدة وشوف كيف الأمور ماشية معايا تمام. طيب بدي أشوف إيش في أعمدة، كيف بنجيب الأعمدة بالضبط؟ columns أو keys بالضبط. dot columns في هدول كلهم. طيب في برايس هنا، شايفين برايس؟ هاي موجود، يبقى هذا باخده كواي، وهدول الباقي انه يعني اللي كانت موجودة على الكاجل فيها تقريبا 81 اتريبيوت، هذه بس الاتريبيوت اللي كتير انه هي معنيه، فبخليهم كلهم زي ما هم. وباخذ الواي، خلص بدي ابدا اقسم الان، او خليني اخذ اول حاجه الاكس والواي لحال، فبحكي انه الاكس او ببدا بالواي بتساوي الهاوس داتا دوت، هيو اسم الاتريبيوت باخده من هنا كيس سنسيتيف دوت برايس. او ممكن اعمل حركه
اني اسوي فيها الخطوتين في خطوه واحده، فبحكي هنا pop لانه هذا ديكشنري. ايش بتسوي البوب؟ بترجع وبتحذف، فبالتالي الهاوس داتا صار انه انا رجعت البرايس ككولوم في الواي تمام، والاكس خلاص انه بقدر اقول انه الاكس بتساوي الهاوس داتا. نتاكد من هذا الكلام، هيو برنت واي، هنا برنت، خلينا في الاكس نطبع الكولومز، فبنحكي انه اكس دوت كولومز. هاي الواي، في عندي نان نوت نمبر، يبقى الهاوس مش افيلبل، البرايس عفوا مش افيلبل تمام، والاكس ككولومز باجي بتبع البرايس موجوده فيهم مش موجوده، خلاص يبقى الامور تمام. مدام التارجت فيها missing بدي اشوف قديش عددهم، فممكن نحكي هنا print number of missing وانا بدي احتفظ بالبيانات الاصلية كلها زي ما هي، فعشان هيك هذه خليها بدون بوب، فبنعملها سيليكشن زي هيك، وهنا نعمل دروب ان اي او دروب لكولوم برايس اكسس بتساوي واحد. هنا اخذت في الواي البرايس، وهنا في الاكس عملت الدروب وخزنت القيمه، فبالتالي الهاوس داتا سيت لسه ضاير فيها البرايس، فعشان هيك انه نتاكد من هذا الموضوع. لا دروب بس خزنت، لو حكيت انه الهاوس داتا بتساوي الهاوس داتا دوت دروب ساعتها انه بتروح بالضبط، بس ناتج للدروب رجع لي داتا فريم خزنته في الاكس. بالضبط، خلينا نتاكد هنا اي برنت دوت كولومز تعتبر ريتيرن للدروب هذه، تعمل ريتيرن ما بتشتغل على نفسها. بالضبط، السبب في ذلك انه انا محتاج انه انا بدي اشوف الميسنج واشوف بدي اشيله قبل ولا لا يعني. فخليني اشوف الكولومز اول قديش او ايش هما، وأتأكد إنه البرايس موجودة معاهم، هيها موجودة معاهم. ساعتها بقدر أقول إنه هنا الـ number of missing إنه print house data dot is not available dot سم. أعتقد أو بدون سم، لأنه هي بترجع لي لا دوت سم
أنا بترجع لي مجموع في كل عمود قديش إنه في missing، ترجع لي كل الأعمدة وكل عمود. يبقى هنا باجي بشوف في البرايس قديش أنا في عندي missing، في عندي missing 7000. إيش في كمان عندي missing كتيرة؟ هذه البيتروم 2، هذه باثروم، والكار واللاند سايز. هي هنا في missing كتير. ميسنج كتير. خلينا نشوف هنا قديش الداتا سيت هذه اصلا حجمها في ديسكرايب، يا قديش شفنا 93000، 8 رو في 13 كولوم، 34000 اللي هي الكاونت، هي كله 34000. انه افترض 34000، لو شلنا منهم 7000 او 8000 لسه بقى كيف الكولوم ايش تحت الربع، مش سامع. بس بيضل عندي اشي كتير كويس الداتا سيت، انه طالما هي فوق العشر تلاف انه اشي كويس. فساعتها هنا خلص باخد قرار انه بعمل دروب ان اي. فهنا قبليها هذا الكلام تبع الاكس والواي باجله، تمام، عشان تكون الكود عندكم مرتب. هنا باخد قرار عبال ما ناخد كيف نعمل هاندل للميسنج، انه احنا نعمل له دروب. ما دام انه ربع البيانات بيروح 34 شلنا منهم 7000 لسه ضايل انا فوق ال 10000. اوكي ممكن نسوي هذا الموضوع. فبنحكي هنا انه الهاوس داتا قبل ما نعمل الاكس والواي، الهاوس داتا بتساوي الهاوس داتا دوت دروب ان اي. طبعا باي ديفولت هو الاكسس بتساوي 0، يعني على مستوى الصفوف. لو بدي اعمل على مستوى الاعمده حيعمل دروب للعمود اللي فيه ميسنج فاليو على الاقل واحده، وهذا الكلام انا ما بدي. فعشان هيك انه هيو باي ديفولت اكسس بتساوي 0، انا ما بحبش اترك الديفولت عشان ما يصيرش في مس اندرستاندينج او انه، فبروح بكتبه اكسس بتساوي زيرو عشان اكون متاكد انه على مستوى الصفوف، بس ككود ريدابيليتي. لكن انا اذا تركته انا بكون متاكد انه بحذف على مستوى الصفوف. خلينا نشوف البيانات هاي بعد ال الدروب قديش صارت. بس عشان انه الاوتبوت ما يكونش كتير اقدر اتبعه. قديش صار؟ 8000. مقبولة بيمشي الحال. طيب اخذنا الاكس، اخذنا الواي، واخذنا الاكس، تمام. ساعتها بدي هذا الكلام كله لسه في الاول استكشاف بيانات انه هاندل الميسنج. بعدين ننتقل للخطوه الثانيه اللي هي سبلت. سبلت كمان مره بكرر انه انا بروح وين هنا، خلاص هذا الكلام احفظه عندك، اكتب هنا ترين تيست سبليت. هيو بجيب لي اياه من اول السجستشن، او لو كتبت سبليت لحال وتركت الاعلانات هنا بجيب لي اياه اول رابط. هيو هنا
بكون هيك بقدر اعرف ايش هي الباكج اللي موجود فيها واشوف ايش هي الباراميتر. وهي اكزامبل موجود عندي تحت. فهنا from sklearn model selection import train test split. وهنا بقسم البيانات. احنا اتفقنا انه الترتيب ايش هو x train او بروح باخذ زي هيك بتساوي train test split بديله ال x وال y وال test size بتساوي او الترين سايز بتساوي .8. خلص بكفي بكفي انه خلص هو لوحده بعرف انه التست سايز 20%. حضرنا البيانات. بدي اختار الموديل. بدي اختار الموديل. ما دام انا عندي برايس انا لايش بدي اوصلكم؟ بدنا نعمل ايفالويشن للنيوميريك تارجت. نختار الموديل. ايش هو الموديل؟ نختار راندوم فورست. ايش البرايس النيوميريك؟ فبدنا نختار راندوم راندوم فورست ريجريسور. فهنا from sklearn dot ان سمبل. حكيت انه هذا الكلام سابقا انه الراندوم فورست هي عباره عن ايش؟ عباره عن مجموعه من الديسيجن تريز وبروح بعمل افريجنج بيناتها. يعني على سبيل المثال لو عندي 100 ديسيجن تري تمام، كل واحده بتطلع برايس، ايش هو الفاينل برايس؟ بروح باخذ المتوسط تبعهم. وهي الميثود انه انت تعمل كومباينيشن بين عده ميثودز بنسميها ان سمبل ميثود. فعشان هيك الراندوم فورست موجوده في ان سمبل. import random اول حرف طبعا كابيتال. لاحظ هنا انه انا في عندي random forest regressor و random forest classifier زي مثل decision tree بالضبط. regressor للnumeric target، classifier للnominal. هاي regressor بعرف منه object هنا model بتساوي random. طبعا في باراميتر هنا اسمه غير الراندوم ستيت نمبر اوف استيميتورز اللي هو قديش عدد التريز اللي موجوده في الفورست. طبعا الديفولت هنا لو انا ما حطيتهاش 10، بس هو بيحكي انه في النسخه الجايه نسخه الاسكيلر 21 او 22 حتصير انه الديفولت 100، فانا راح احطها انه 100. نعم. ولو انت ما كنتش عارف ايش البارامترز اللي هنا برضه نفس الفكره، بترجع على الدوكيومنتيشن فهي النمبر اوف استيميتورز اللي هو النمبر اوف تريز ان ذا فورست. هنا الديفولت في هذه النسخة 10، وهنا كتب لي ملاحظة انه في النسخة القادمة حتصير باي ديفولت 100. من حتتغير من فيرجن 20 ل 22 حتصير الديفولت 100. طبعا فيها باراميتر تانية قديش الماكس ديبث والماكس ليف والماكس فيتشرز، كلها بتركها ديفولت. حضرنا الموديل. بعد هيك فيت بريدكت ايفالويت model.fit ايش بمرر له؟ مين يقول لي؟ الاكس ترين والواي ترين. دائما الفيت بديله اكس وواي، بس بديله اياهم من الترين بارت تمام. وبدي اعمل بريدكت. لا هيك بكون خلص التريننج. بعد ما يعدي السطر هذا سطر 29 بكون خلص التريننج. ساعتها بقدر استخدم الموديل في البريدكشن. في البريدكشن ايش بدي له؟ اكس والواي
بالضبط x في التست بارت، فهنا x تست. وعشان تكون ان الامور اوضح اكتر فهاي بسميها y breads model dot predict. بعدها الـ evaluate. الـ evaluate احنا شفناه المرة الماضية وين؟ في المتريكس صح؟ يبقى هنا from ASCII learn sub package اسمها metrics. هاي المتريكس بدي اشوف ايش فيها، باخدها زي هيك وبروح على لا ايش هذه، بفتح هذا الباكج. ايش بلاحظ؟ كمان مرة على المتريكس، على ليست تبعت المتريكس. هاي هنا انا كل ما اعمل زوم بيروح انا عندي وين كان الفوكس. هاي في عندي هنا classification matrix. ايش في عندي؟ الاكيورسي سكور اللي احنا استخدمناه سابقا. ايش باخد؟ y true y bread. تمام؟ فهاي كلها للclassification. ايش في عندي هنا؟ regression matrix. فيبقى كل task في لها matrix الخاصة فيها. في classification احنا اخذنا بس الاكيورسي، والاكيورسي شفنا كيف يقاس. تمام؟ اما الريجريشن ماتريكس ايش في انا عندي؟ في عندي الماكس ايرور، مين ابسوليوت ايرور، مين سكويرد ايرور، مين سكويرد لوج ايرور الى اخره. بالضبط عشان النيوميريك. كيف بحسبها؟ طبعا كله ايش بتدي له؟ واي ترو واي بريد، واي ترو واي بريد. كيف تحسب؟ بهذا الشكل. يبقى الاكيورسي عبارة عن نسبة مئوية، أما المين ابسوليوت ايرور أو مين سكويرد ايرور عبارة عن نمبر، ممكن يكون إنه أكثر من الواحد أو أقل من الواحد حسب. خلينا نشوف كيف. لنفترض إنه أنا عندي في البرايس هذه في البروبلم إنه أنا عندي هاي هاي واي ترو واي واي بريد. سعر البيت الأصلي 10,000 و أو يعني 110,000. تمام؟ البريدكشن أو الموديل طلع لي إياه 100,000. 103 هيك مزبوطة الأرقام؟ 100,000. فبالتالي هنا الايرور قديش بيكون؟ هو عبارة عن هذا هذا ماينس هذا. نعم، ما هو على حسب اذا بدي اخذ سكويرد او قيمة مطلقة. فانا جبت الايرور
وهنا بدي اعمل مين ابسوليوت ايرور. المين ابسوليوت ايرور او خليني احكي انه هذا الابسوليوت ايرور ايش بيساوي؟ انه بتساوي الابس لهذا الكلام ناخذ. طب هاي الاكشوال، هاي الاكشوال اللي هو ترو صحيح مش بالضروره، عشان هيك احنا بناخذ له مين ابسوليوت ايرور. والسكويرد ايرور ايش بروح بسوي؟ بالضبط بربع هاي القيمه. هاي الايرور ضربه. في اشي غلط؟ بدي ارفعه للقوة 2. شايفين قديش كبر الايرور؟ ناخذ مثال ثاني. هنا سعر البيت 7000، جاب لي اياه هنا 6900، فبالتالي الايرور هذا الكلام كله باخده زي هيك. كمان واحدة ثالثة، السعر هنا 130,000 وهنا 125,000، فهذا هذا كلام بروح بعمله لكل التست بارت، وبعديها بروح باخد الافرج هنا. فهنا الافرج عبارة عن 5033. ايش معنات هذا الكلام؟ انه الايرور انا عندي للبريدكشن بلس ماينس انه زيادة 5000 ناقص 5000. البريدكشن اللي انا بعمله بيفرق عن السعر الاصلي تبع البيت زياده 5000 ناقص 5000 كثير صح. لكن هنا السكويرد ايرور كثير عالي، كثير كثير عالي، لانه انا عندي هنا رقم بربعه فبصير انه بتضاعف. عشان هيك السكويرد ايرور انا وقتيش بستخدمه؟ بستخدمه في هاي الحاله، انه خليني اخذ هذا زي هيك امسخه، انه انا عندي التارجت تبعي عبارة عن فراكشن، يعني هذا المفروض انه يطلع لي واحد، طبعا عمروش بيطلع لي واحد، بيطلع لي مثلا 0.99. فهنا الابسوليوت ايرور بصير اقل من السكويرد ايرور بصير اقل من الابسوليوت ايرور، لانه لما ربع فراكشن بصغر اكثر. نعم، وهذا المفروض انه هو يطلع صفر، عمروش بيطلعوا صفر، طلعوا 0001. هذا الكلام حنشوفه في النيورال نتوركس، لما انا عندي الاوتبوت عمرهاش النيورال نتورك بتطلع لي الاوتبوت 1 اكزاكت، بتطلع لي اياه بهاي الكيفيه. خليني احط واحد ثاني هنا، انه على سبيل المثال بدي افترض انه 2، ما طلعتليش 2، طلع لي 1.9999. فبالتالي هنا او خلينا نحطه انه 1.99 two fractions. فبالتالي هنا الابسوليوت ايرور ضئيل جدا المقدار، السكويرد ايرور اقل بكثير. تمام. فالمقاييس الشائعه انه لو كان انا عندي فراكشن السكويرد ايرور مناسب، لو كانت انا عندي ارقام صحيحه الابسوليوت ايرور مناسب. تمام، انه انا استخدمه في النيوميريك اتريبيوت. فعشان هيك بدنا نرجع هنا، ايش بدي اعمل؟ امبورت. انا عندي هاوس برايس، والهاوس برايس بالعشرات الالفات بالمئات الالفات، فامبورت مين ابسوليوت ايرور هو اللي بدي استخدمه في الايفالويشن. فهذه الداله بدي استخدمها هنا، هاي سكور بتساوي او ريزلت بتساوي مين ابسوليوت ايرور، شو بدي اديها؟
Why true? Why bread? Why true? Why bread? وعشان ما اتلخبطش في الترتيب مين اعطي اول بدي اتعود دائما ان انا احط اسم الباراميتر فبحط y true بتساوي ايش المفروض اعطيله y ايش test و y bread بتساوي y bread y breads انا اسمع عندي انا زيادة اس هنا وهنا print لا result. شوف كيف أداؤه. في error. في عندي attribute أعتقد إنه string. وين الاتريبيوتس هذا كوبرك موجود هذا الاتريبيوت سوبرب شايفينه وين سيلارجي ايش حددنا البرايس لا 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 هو في اتريبيوت معين مش قادر ان هو يتعامل معه لا هذا في التريننج احاول ان يبني الموديل مش ضابطه معه الامور طيب في انا عندي 13 كولومز هيهم كيف طب خلينا نشوف التايبس تبعت الكولوم ونشوف وين كيف صحيح بس خلينا اشوف التايب تبعها اول هنا شفنا number of missing وعملنا drop an a وهنا بعد describe هنا بروح بحكي for column in house data dot columns print color.dtype اعتقد هيك او مش عارف خلينا نشوف طيب هنا كيف؟ صحيح.
صحيح. هذه هيك طيب هذا عبارة عن object object هذا integer type object string تمام هذا float object 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 في كتير شغلات object هذه بيقدرش إنه هو يتعامل معها نعم من نعملهم دروب لهدول فهنا اوبجكت كولم بتساوي هذا هذا الادرس تايب ميثود سيلار جي كيف؟ لا مش كلهم في فلوت كتير أربعة هذا كله فلوت وهنا council area region name شو كمان ضايل بس فهنا نعمل إنه الهاوس داتا بتساوي الهاوس داتا دوت دروب وهنا بنديله الهاي اوبجكت كولوم واكسس بتساوي واحد بعديها بنشوف كمان مرة الانفو نعم هذه ناتج الجملة هذه جملة هاي البرنت أو وين إحنا في عنا إنبوت في عنا إنبوت هنا أوكي نعم
الرومز؟ لا 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 اعتقد انه ما فيش داعي، فهاي شيلها اعتقد هيك بيخلص التريننج هذا. الايرور 165,000 هنا. المين ابسوليوت ايرور ريت احنا حنشوف لاحقا كيف اني اعمل انكودينج لهدول الشغلات، يا اما استخدم ليبل انكودينج او وان هوت انكودينج. فالمين ابسوليوت ايرور 157,000 اول، يعني لانه انا هنا عشان احصل نفس النتيجه دائما بحط هنا راندوم ستيت، بحط راندوم ستيت بتساوي 1. ما حطيتهاش كل مره بحط راندوم ستيت، بعمل راندومايزيشن للديسيجن تريز اللي موجوده في الفورست، في الراندوم فورست، انه بشكل مختلف، فبالتالي انه تطلع نتيجه مختلفه، مش كتير نتيجه بعيده ولكن انه يعني نوعا ما مقاربه. فالمين ابسوليوت ايرور انا عندي هنا 175,000 دولار في سعر البيت، فبالتالي نسبه كثير كبيره. هلقيت حنشوف كيف احنا حنحسن هذه النسبه، بس هنا احنا بنركز في موضوع انه الايرور هنا كيف بدي اسوي مين ابسوليوت ايرور. طيب خلينا نعمل كلين للكود. افضل ايش؟ حكيت انت في بروبلم معينه بدك تشوف الستيت اوف ذا ارت. ايش يعني الستيت اوف ذا ارت؟ يعني اذا بدك تعمل شيء له علاقه بالسنتمنت اناليسيس، تمام؟ فانت وصلت نسبة 75%، 75% هذه كويسة ولا مش كويسة؟ فبدك تشوف، وبرضه مين ابسوليوت ايرور، فانت البيست اوف ستيت اوف ذا ارت مثلا انه التنبؤ باسعار البيوت، انت عندك بلس ماينس 1000 دولار وانت عندك 165,000، لا انت كثير بعيد. لكن اذا انت عملت موديل مثلا انه البيست اوف اوف ستيت اوف ذا ارت انت عندك 1000 وانت جبته انه الايرور 700، كثير ممتاز. كيف بدك تاخذ الواي وتقارنه بالمين؟ ما هو المين ابسوليوت ايرور هو عباره عن متوسط الفروق بين الواي ترو والواي تيست. لا انت سؤالك مش بالطريقه هذه، سؤالك انه انت بدك تجيب متريك ثاني غير المتريكس المستخدمه. انت عندك، لا هذا ما بتقيسش عليه، انت القياس انت عندك على حسب الموجود. يعني على سبيل المثال انا بشتغل في بنك ومطلوب مني انه انا اعمل موديل بيحدد انه احنا نعطي الكاستمر هذا نعطي له تمويل او لا. طبعا القرار على اساس انه هو حيرجع الفلوس او لا، تمام؟ البنك ما عندوش مخاطره انه يعطي فلوس للناس والناس ما ترجعش الفلوس، تمام؟ فهلقيت هذا كيف بقيسه؟ انت عندك بيانات سابقه فبدك انه انت تستخدمها، تمام؟ بالاضافه لذلك انه انت عندك موظف كان بيسوي هذا الشغل بشكل يدوي. الان لو انت عملت موديل والموديل هذا النسبه تبعته 65، هذه انت بتقول عليها كويسه ولا عاطله؟ نعم بدها تحسين. ليش؟ يعني
طب لو قلت لك انه الموظف السابق اللي كان بيشتغل تمام كان يغلط في 50%، يبقى الموديل كويس ولا لا؟ ممتاز. انت كنت 15%، لا 15% صار يجيب لك اياهم صح. تمام، نيجي ننتقل لابلكيشن ثاني، ميديكال ابلكيشن. انا عملت ماشين ليرنينج موديل انه يعمل لي دياجنوستس لمرض معين، اللهم عافينا جميعا، بنسبة 96%. كويسة ولا عاطلة؟ ممتاز جدا. احنا بحكي ميديكال دياجنوستس، ميديكال دياجنوستس، ميديكال دياجنوستس 96%. ممكن حدا يجي يقول لك لا 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 انا 100%، هذه حياة بشر. لكن في المقابل لو انا اجيت قلت لك انه الطبيب نفسه تمام بيغلط في يعني انه نسبة الدقة تبعته في تشخيص هذا المرض 90% او 91%، لا الموديل تبعك كتير احسن، بيساعد. تمام، فبالتالي انت بتقدر انه انت تقيم، مش معنات انه والله في التسعينات يبقى خلاص الوضع تمام، لا مش هيك بالضبط، حسب الوضع في الابليكيشن. لكن مقارنة اللي انت الاشي اللي كنت تحكيه انه مقارنة الاكيوريسي انت عندك او المين ابسوليوت ايرور بالنسبة للبيانات، هذه المترك كافية، بتحتاجش انه انت اي شغلة تانية. فهذه القيمة اللي بتطلع معك ساعتها بتقارنها في المكان اللي انت هتعمل ديبلوي للسيرفيس تبعتك، انه والله تصلح او لا تصلح، هذه الشغلة. والشغلة الثانية بدك تجيب البيست اوف ستيت اوف ذا ارت، يعني الموضوع موضوع زباين وموضوع سوق. انا بيجيني واحد بيقول لي بدي اياك تعمل لي سنتمنت اناليسس ماشين ليرنينج موديل، قلت له ماشي بعمل لك اياه. قديش بدك؟ بدي 10,000. 10,000 دولار، ماشي. وفي الاخر رحت عملت له الدقه 87، هذه احسن دقه انا وصلت له اياها. لكن في المقابل في شركات تانية وفي داتا ساينتست تانيين ممكن يوصل الدقة هذه ل 93. فهي المقصود بالبيست اوف ستيت اوف ذا ارت، فانت بدك تشوف احدث ما توصل اليه العلم. انت عندك الماشين ليرنينج مودلز انه قديش في السنتمنت اناليسيس قديش افضل نسبة موجودة في السوق تمام، وساعتها بتقدر تقول انه الموديل تبعي بتقدر تسوقه ولا بتقدرش تسوقه، هيك انت بتقيس. فهو ليش بده يجي لك وانت جايب له موديل ب 87، بما انه في موديل تاني حدا تاني ممكن يبيع الموديل هذا بنسبة 97. هيك المقارنة. تمام؟ الكود هذا بده كلين عشان احط لكم اياه، او احنا اتفقنا بدنا نشتغل بدون كود. فخلاص انتم ما عندكم مش ولا حاجة، بس مطلوب منكم انه انتم تاخدوا بدكم تاخدوا الايرس تطبقوا عليها الترين والتست سبليت، وبدكم تاخدوا الهاوس برايسنج وتطبقوا عليها التست والسبليت. يبقى في عنا اربع شغلات بدنا نجربها، او ثلاث شغلات بالاحرى. بدنا نجرب الترين تست سبليت اون ايرس اند هاوس برايسنج داتا سيتس، هذه شغله داتا سيتس. الشغلة الثانية بدكم تجربوا الاكيوريسي والمين ابسوليوت ايرور متريك. طبعا هذا for i for iris وهذا for house تمام. فمطلوب منكم انه انتم تطبقوا هذول الشغلتين حالا. إنه أنت تختار المترك المناسب للديتا سيت تبعتك، هذه شغلة مهمة، إنه حسب التايب تبع التارجت تمام؟
وطريقة التقسيم هذه مهمة جدا. لسه طريقة التقسيم هذه في أنا عندي طريقة تقسيم إضافية، خليني أحكي عنها. إنه هنا عندي train و fit، عفواً train و test، فبدي يصير أنا عندي هنا طريقة تانية في التقسيمة هي الأفضل لو كنت بدي أعمل حاجة اسمها parameter tuning. فأنا عندي هاي الداتا سيت بهذا الشكل، بروح بقسم إلى ثلاث أجزاء. train val validation وتست. طبعا هذه بعمل فيها fit، ببني الموديل، وهذه بعمل فيها tuning، وهذه بعمل فيها test. ايش القصة في الموضوع؟ القصة في الموضوع على سبيل المثال لنفترض انه انا عندي الالجوريثم اللي هو الراندوم فورست. ايش في باراميتر هنا؟ number of estimator، عدد decision trees اللي موجودة في الراندوم فورست. ممكن اجرب 100 200 300 400، ايش البيست فاليو؟ بروح بجرب اكتر من قيمة وبجيب الايرور لكل واحدة، تمام؟ يعني هذا كلام ممكن انا ايش اسوي؟ اقول for i in range، نبدأ من عند ال الخمسين لغاية 500، والإنكريمنت 100. يبقى هنا start و stop و step. يبقى هنا start بتساوي، وهنا stop بتساوي، وهنا step بتساوي. فهنا كل مرة حيجرب، وعشان انه تكون الامور واضحة هذا الكلام ممكن انا ايش اسوي؟ by list has no keyword argument. ماشي طيب، لا تزعلش. فيشتغل عندي ناتج 50 150 250 350 بهذا الشكل. فهذول النمبر اوف استيميتورز اللي انا بدي اجربهم. فعشان هيك انا ممكن اعدل هذا الكلام وخلي انه الستيب انا عندي 50 وهذه 501 عشان ال 500 تدخل في الموضوع. فبالتالي بصير 50 100 150 200 250 وهكذا، تمام؟ باخذ هذا الكلام زي هيك، وهنا بدنا نحوله في اللوب هاي، وهذا الكلام بده يصير تابع لللوب. وهنا بده يصير النمبر اوف استيميتور بدها تصير اي، كل مره ياخذ قيمه من هدول. فهنا ايش بدي اطبع؟ المين ابسوليوت ايرور، احطها في داله فورمات،
print mean absolute error for هذا الباراميتر انه number of estimator بتساوي is هذا الكلام من الدوت فورمات. اول باراميتر حاطي له اياه الاي وثاني باراميتر اللي هو الريزلت. فهنا انه number of estimator لما كان هالقد الريزلت بتكون هالقد. انا هنا ايش بعمل؟ هذا البروسيس اسمها باراميتر تونينج، وهذا شغلك انت كديتا ساينتست انه انت كل الجوريثم في له بياخذ باراميتر معين، بدي اجرب ايش البارامترز اللي بتجيب لي البيست ريزلت. فخلينا نجرب زي هيك. يفترض انه يطلع لي جدول او يطلع لي انه مجموعه من اللاينز. لما كان 50 كان 164,000، هذا 165,000. اثنين وستين ألف، كل ما كبرت الراندوم فورست بياخذ وقت أطول. عبر ما تطلع النتيجة هذا اسمه غش. ليش؟ لأنه أنا استخدمت التست ديتا عشان أعمل فاين تونينج للباراميترز. يعني هنا نرجع للكود. كيف؟ بالضبط، غششت الموديل وكل مرة انه تطلع، فبالتالي انا حددت البيست باراميتر بناء على التست ديتا. يفترض التست ديتا في تحديد الباراميترز انه انتشت، يعني انه ما مسكهاش خالص، ما لمسهاش خالص. فايش الحل؟ بروح بقسم الداتا سيت انا عندي لثلاث اجزاء. تريننج باخذ، يعني هو كان قبل ترين وتست، باخذ جزء من الترينينج اسمه فاليديشن بستخدمه في التونينج للباراميترز. هنا باخذ هذا البارت وبدخله في اللوب عشان احدد ايش الافضل، ايش الافضل ان استيميتور بالنسبه للراندوم فورست، او ايش افضل كي للكي ان ان. في الجوريثمز فيها باراميترز كتيرة، فبقدر بحددها من خلال هذا البارت. وصلت لأفضل باراميتر، ساعتها بجري عليها تيست. تمام؟ جهادي كيف بسويها؟ بسويها بالكيفية هذه. هنا 350 كان 163,000، أقل فاليو تقريبا أنا عندي كان 162,000 هنا. أوكي، حعمل ستوب، وهنا بدي أصغر الرينج، خليه يبدأ من 100. تمام، والستيب أنا عندي 100، خليه 5 بس. تمام، وهنا بدي أعمل كمان تقسيمة. يبقى هنا بده يصير في عندي نفس هذا الكلام. ايش بده يصير؟ اكس ترين اكس فال، واي ترين واي ترين واي فال. وهنا x train y train. متخيلين؟ بالضبط، اخذنا منه برضه نفس الفكره، 80% للترين، والفاليديشن صار 20% من ال 80 الاولى عشان تكون المسميات واضحة. هذا بنسميه X train وهذا X val وهذا X test.
طبعا، والواي كذلك نفس الشيء. ساعتها هنا ممكن استخدم هذه ال يعني هنا بطبق انه الفاينل موديل، فهنا انه البيست بتساوي حطها ماينس واحد، لانه احنا مين ابسوليوت ايرور انه انا بدي الاقل، لا بدي الاقل، بروح بختار اوكي. هنا بده يصير فيت، وهنا البريدكت بده يصير وين؟ على الفال. وهنا كيف؟ هاي هي اكس فال. اوكي واي فال، فهذه تصير واي فال، وهذا اكس واي. لا هذه احنا سميناها واي فال، لا بتضلها واي بريدز، هي التسمية المناسبة. وهنا واي فال، أنا بحكي إذا كان البست بتساوي نم فالبست بيساوي الاي. عليكم السلام. تمام. لا إلس أو إلف، إذا كانت البيست أصغر من، إذا كان الريزلت باخد الاندكس. أوكي هنا الريزلت بتساوي and in a print list estimator our best mean absolute error اللي هو عبارة عن المين لا للريزولتس. وي best estimator number هو عبارة عن ال results dot مزبوط. بعدين هنا بعمل print لل evaluation، ساعتها بعمل هذا الكلام نفسه على مفترض انه اكرر هذا الكلام كله، يعني انا بدي اعمل evaluation باستخدام
لأحدد إيش هي الآي. ماشي، ما هو الاندكس انا عندي 100 100 100 200 300 400 500، فبيكون انه نفس هذا الكلام ماشي 1 2 3 4، بس النمبر اوف استيميتور هنا 100 200 300 400، فهذا الكلام ضرب 100. فبالتالي لو كانت الاندكس 1 هي افضل اندكس بالضبط، عشان هيك انه بدنا نقول زائد 1 اول بعديها بنضربه في 100. لازم نعمل فيت بالنمبر اوف استيميتور اللي الجديد، وبعديها البريدكتس هنا بنديله ساعتها هنا اكس تيست وهنا واي تيست. نعم بعيد اعمل هذا الكلام انه بالضبط انه بعد ما حددت مين افضل باراميتر بروح بستخدم هذا الباراميتر تمام، وبعمل تيست على ايفالويشن على التيست بارت. هنا طول اكثر ف واحسن واحد هو 16 لا هي الفكره انه بس انه انا بديش احسن النتيجه بقدر ما انه انا بحكي في مبدا الترين فال تيست بالضبط. يعني تحسين النتائج انه بدنا يعني ندخل في شغلات كثيره يعني اكثر من هيك، يعني حنشوف كيف. اخر واحده يفترض حكيت في مشكلة في الاندكس هاي فا اوكي هنا خلينا نعمل بيست بيست استيميتور نحكي انه لغاية 301
ممكن انه في floating point زيادة يعني بس الموضوع. وفي هنا index زائد واحد ضرب 100 هذا الواحد بعد 100. اوكي خلينا نعملها انه صحيح طيب لو انا لو لو انا عملت هذا الكلام زي هيك لو كان انا عندي البيست ريزلت في اندكس 0 معنى ذلك انه النمبر اوف استيميتور حيصير انه 0 ممكن هذا حل احسن بكثير فهذه عباره عن هيك تمام وهنا نحكي انه الكي انا عندي هو عباره عن الاي نمبر اوف استيميتور والفاليو هي عباره عن الريزلت فافضل نتيجه انه هي عباره عن الريزلتس دوت فاليوز هنا بضل نجيب الـ number of estimator تبعها لا get the value لا بدنا نعكسهم صحيح فهذه بي كي فور كي بي ان ريزلتس ايتمز فانا ايش بدي اسوي بدي اعملهم سورت وبدي اخذ اوف الزيرو نعم يقص زيادة فهذا بيصير هنا
كل مرة بتطلع نتائج مختلفة لأنه الراندوم ستيت كل مرة إنه بحط راندوم ستيت لوحده. اوكي فهنا بصير انه في الواحد لانه يعني احنا بدنا number of estimator اللي هو اقل ايرور اللي هي 170 فعليا بين هدول 170 فهاي انه بس انه بس هذا هو الخطأ. هي كمان مرة hopefully انه ما يكونش في مشاكل. تمام هيك حددنا البيست استيميتور وحددنا انه هاي الايفالويشن على التست داتا هنا كان 154 هنا كان 160. تمام ثبتناش ايش الراندوم ستيت؟ لا 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 عادي انه هو بيعمل يعني بريدكت لبيانات جديده. تمام فبالتالي انه طبيعي جدا انه البيانات الريزلت تكون مختلفه كمين ابسوليوت سكور. طيب هذا المبدا واضح مش واضح كيف بعد البريك؟ اوكي بعد البريك. طيب الفكرة في الموضوع اللي احنا حكيناها من البداية انه انا عندي انه لو انا استخدمت للتريننج او التست داتا انه نعمل find the best parameters يعني طوال الوقت يفترض انه انت توجد the best parameters. هذا شغلك كداتا ساينتست. تمام في حال لو استخدمت التست داتا عشان توجد the best parameter هذا الشيء بيكون غش. فبالتالي بدنا نقسم هذه التقسيمه للستاندرد ترين فال تيست. تمام وبنستخدم الفاليديشن في الفايند للبيست باراميتر. فاول احنا ايش عملنا حملنا المالبورين داتا سيت وشفنا ايش هم الكولومز وعالجنا الميسنج. تمام في هذه الجمله بتجيب عدد الميسنج فاليو في كل عمود. دائما في البايثون is an a بترجع true او false. تمام بترجع لي فيكتور والفيكتور هذا بعمل sum لإله. sum لtrue false فعليا هو بيجيب لي السم تبع الترو فبيجيب لي عدد الميسنج فاليو في العمود. فشفنا انه فعليا في كان ميسنج فاليو كثيره عملنا لها دروب. خلوا بالكم الفرق بين الدروب ودروب ان اي. دروب ان اي دروب للميسنج فاليو دروب لعمود معين. بعد هيك واجهنا مشكله انه الكولومز في بعض الكولومز عباره عن سترينج بتعامل معها الباندا او السايكت هنا
كسترينج او كاوبجكت. وحكينا انه اغلب الماشين ليرنينج الجوريثمز بتحب الارقام، فبالتالي كان في مشكله في هذا الشيء فحددناها ايش هي، تمام، وحطيناها في ليست وعملنا لها دروب لهذه الاعمده، تمام. بعد ما خلصنا هذا الكلام كله قسمنا البيانات ل x و y، حددنا ال x وحددنا ال y. ال y هي البرايس وال x هي كل البيانات ما عدا البرايس، وشفنا فحصناها بهذا الشكل. وبعديها عملنا تقسيمة البيانات الترين والتست. بعديها الترين نفسها رجعت قسمتها تاني، هاي شايفة الترين والتست، عفوا الترين الواي الاكس ترين والواي ترين، هايهم هنا مررتهم، هاي شايفة التحديد مررتهم هنا عشان ارجع اقسم مرة تانية. فكانت التقسيم انا عندي انه اكس ترين اكس فال والواي ترين والواي فال، فبالتالي الترين بارت اكس ترين وواي ترين تم تقسيمهم لترين وفال بالضبط. بعدها هنا ببدا عمليه الباراميتر تونينج، لسه حنشوف كود افضل من هذا في السايكت عشان اوجد البيست باراميتر. هنا من البدايه انه مجرد انه استكشاف البيانات، تمام. هنا هاندل ميسنج، وهنا ريموف اوبجكت اتريبيوتس. وهذه المرحلة اللي هو split into three parts اللي هي train val test. شفنا ال val ايش وظيفتها، هذه parameter tuning. بروح بلف، انا عندي الباراميتر اللي بدي اعمل له optimization هو number of estimators، بلف عليها في loop زي هيك كل مرة بجرب، وخزنت النتيجة في الديكشنري، ومن الديكشنري هذه بروح بجيب ايش اقل ايرور وايش الاندكس لافضل ايرور، تمام. بعد ما حددته خلاص بروح لجزئية الايفاليويشن، بروح ببني موديل بالبيست باراميتر، تمام. بعمل ترين وتست، عفوا بعمل ترين على البيانات انه فت اكس ترين واي ترين. وبعديها هنا الاختلاف في الموضوع، احنا كنا نعمل هنا بريدكت للاكس فال، اما هنا للاكس تيست، فبالتالي جزئيه التيست ما فعليا احنا ما تعاملناش معاها الا في الجزئيه هذه بعد ما حددنا البيست باراميتر، تمام. وبنحسب الايرور من خلال هذه الداله المين ابسوليوت ايرور وبنطبعها، تمام. هيك الكود واضح. الزيرو وين الزيرو؟ الاندكس هذا، هذا انا لما خزننا البيانات او خزننا الريزلت انا عندي في ديكشنري، فكان الكي هو عباره عن الاي والفاليو اللي هو المين ابسوليوت ايرور، تمام. فكيف بدي اوجد اقل ايرور؟ بروح بجيب الديكشنري هذا دوت فاليوز بجيب المين، طب بدي الاندكس للمينيموم، فايش بروح بسوي؟ بدي 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 الكي تبع المينيموم، ايش بروح بسوي؟ بروح بعكس الديكشنري في وكي، تمام؟ فبالتالي الفاليو هي بتصير الريزلت والكي وال يعني الفاليو هنا هي بتصير كي والكي بصير فاليو، بعملهم سورت فبترتبوا حسب المينيموم فاليو. بعديها بروح بجيب اول عنصر، اول عنصر ايش مكون من كي وفاليو، فبروح بجيب الفاليو اللي هي عباره عن النمبر اوف استيميترز. ممكن احيانا
ماشي، هذا الكلام حناخده في بشكل منفصل في الهاندل للميسنج او الهاندل الاتريبيوتس، يعني حيكون انه حناخدهم دفعه واحده. بس هنا احنا بنركز على موضوع الايفالويشن. في موضوع الايفالويشن اخذنا اول حاجه ترين تيست سبليت، تمام، وحكينا انه الامور بتمشي الحال في حال انه انا مش محتاج انه اوجد البيست باراميتر. في حال انه بدي اوجد البيست باراميتر هذا الكلام ما بيمشيش. فاتفقنا انه الترين نفسها بدنا نقسمها لترين وفال، تمام، وهذه هي الطريقه اللي احنا بدنا نعملها. اجيت كيف اتعامل مع الاتريبيوتس هذيك حنشوف كيف، تمام. طيب خلينا هذا الكلام يعني انه حتتدربوا عليه اكثر. هنا حنروح على الكاجل، هنا في الكورسز مش عارف انا الفايرفوكس عندي اليوم في مشكلة، ف ممكن كيف ايدج مع الكاجل كويس. نعم كيف؟ في سكريبت مش عارف انا ليش بيطول معايا، او انا في عندي مشكلة في الجهاز. مش عارف انا ليش هو يعني بغير الالاينمنت يمين لشمال وشمال يمين. حتى هنا في الاعدادات هنا في اللانجويج واعتقد انه حسب الري مش عارف حسب ما مش عارف شغال عندكم الكاجل Thank you.
هي فول إشارة فول. بس هنا حاطت لي إشارة no internet access، يعني في أعتقد لو عملت disconnect خلينا نرجع هنا في الاكسرسايزز، خلينا نطبق اكسرسايز هنا في الانترودكشن. احنا وصلنا المرة الماضية بالضبط، فهنا عملنا الفيرست ماشين ليرنينج موديل، هنا نيجي للموديل ايفالويشن. هذا الكلام كله حيكون سهل شرحه. فهنا مفهوم المين ابسوليوت ايرور اوريدي احنا حكينا عنه، تمام. فبالتالي الايرور كيف بنقيسه؟ انه الاكشوال ماينس البريدكتد، تمام. وهنا حطيت لي مثال انه لو كان سعر البيت 150,000 والبريدكشن كان 100,000، فبالتالي الايرور 50,000. طبعا هذا الكلام احنا ايرور ل 1 ريكورد او 1 انستانس انا عندي في التست داتا، فبروح باخذ الافرج، فعشان هيك اسمه مين ابسوليوت ايرور. طبعا هذه الشغله كيف بنسويها؟ شفنا كيف نسويها. امبورت من الاسكي ليرن ماتريكس، امبورت لمين ابسوليوت ايرور، نعمل بريدكت للاكس، تمام، وبنحسب المين ابسوليوت ايرور. طلعت انا عندي 403 في سعر البيت، انه كثير الايرور قليل، يعني في سعر البيت في عنده ايرور بلس ماينس 400 دولار، مش كثير كبير الايرور. فهنا بحكي انه هذا الكلام انه مش دقيق، لانه احنا غشينا فعلا، لانه احنا ادينا يعمل تيست على نفس البيانات. فهنا بدنا نستخدم الترين تيست سبليت، اوريدي احنا دربنا عليها وتعلمنا عليها. فهنا بديله الاكس والواي للترين تيست سبليت، وهنا حطيت الراندوم ستيت بتساوي 0. طبعا هذا كلام عشان كلنا نحصل نفس النتائج. فالتقسيم انا عندي x train x val x train y val y. طبعا هنا في confusion في التسمية، انا التسمية المفضلة عندي train و test لو كان 2 parts، ولو كان 3 parts ايش بده يصير؟ train و val و test، تمام. هنا ال val هذه اللي معطيها هنا في الكود بيقصد فيها التست، فبالتالي ما بديش يكون في عندكم confusion انه ايش المقصود في هذا البارت. فالان بعد ما قسم البيانات شايفين قديش الايرور طلع؟ 264,000، كتير كبير. لما احنا عملنا تيست على نفس التريننج داتا بس كان 400، اما هذه 264. صحيح، فاحنا هلقيت بدنا نشوف كيف بدنا نعمل بالضبط. فهلقيت الشغلة او الدرس اللي وراه انه طبقوا الموديل فاليديشن هنا. هذا يعني الاكسرسايز انه سهل بالنسبة لكم الكود انه انتم عملتوه، عشان ندخل في موضوع الاندر فيتنج والاوفر فيتنج، تمام. فهذا الاكسرسايز حلوه بشكل سريع. او خليه في البيت، لانه خلاص انه انتم يعني اخذته هنا في على خليه في البيت. هذا الاكسرسايز هنا الخطوه الاولى سبليت يور داتا، استخدم سبليت، هذا الكود انه فاميليار انتم معاه، فبالتالي انه بدنا كيف حلته، تمام. طيب نيجي لمفهوم الاندر فيتنج والاوفر فيتنج.
شغلة كتير مهمة. طيب بدي اياك تطلع على هاي الشجرة، كم مستوى فيها؟ مستويين، هدول ليف، هدول الاخير ليف مستويين. لو اجينا قارناها بهاي الشجرة، فيها مستوى بس فيها الروت نود، مين برأيك انه بتعطي نتائج احسن؟ الثانية، انه مور سبيسيفيك اكتر. ما هل معنى ذلك انه انا كل ما زدت العمق في الشجرة انه كانت ديب يعني بيعطيني نتائج احسن؟ لغاية حد معين، ايش هو هذا الحد؟ طيب لو كانت انا عندي الشجرة كتير ديب، هذا لايش بيأدي؟ مور سبيسيفيك، معنى ذلك انه بصير في عندي اوفر فيتنج. ايش يعني اوفر فيتنج؟ معنى ذلك انه الموديل مفصل تفصيل على البيانات اللي موجوده عندي على التريننج داتا، فبالتالي اي حاجه خارج التريننج داتا كلها بيغلط فيها، فبالتالي بالضبط بكون حافظ مش فاهم. فبدي اياك تشوف هذا الشكل، انا في عندي خط بالاسود بيفصل بين التو كلاسز، وفي عندي الخط اللي باللون الاخضر اعتقد بيفصل كذلك بين التو كلاسز. انا عندي الكلاسز اللي هي الكرات باللون الاحمر، باللون الازرق وباللون الاحمر، هذا كلاس وهذا كلاس. نشوف الموديل اللي بيفصل لي بين التو كلاسز، هذا الخط الاسود، كم ايرور فيه؟ نقدر نعدهم؟ طيب هاي هنا في ايرور بالضبط، لانه انا بقول انه فوق الكيرف كلاس وتحت الكيرف كلاس ثاني، فبالتالي هاي اول خطا، هاي ثاني خطا، ثالث، اربعه وبالضبط، وهنا بدي احسب اللي تحت كمان بالضبط، بس الجنراليزيشن تبعه افضل، الجنراليزيشن تبعه افضل. في المقابل لو انا بنيت موديل مفصل انه هو فعليا يفصل كل البيانات، مفصل تفصيل على هاي البيانات، فبالتالي بده يكون الكيرف زي هيك، تمام، بياخذ هاي النقطه وبياخذ هاي النقطه وبيجي هنا، شايف النقطه هذه تبعت اللون الاحمر قديش انه هو دخل جوا عشان ياخذ هاي النقطه، تمام، هذا بسبب مشاكل كثيره انا عندي، فبالتالي انه وقت التست باجي بقول انه والله الاكيرسي تبعتي عاليه كثير، وباجي بفتخر بعطي الكلاينت او الزبون تبعي انه الموديل تبعي النتائج تبعته 99% ان ما كانتش 100% يعني، تمام. لكن وقت ما انت تنزله في الخدمه بصير في اوفر فيتنج، بصير انه اي حاجه خارجه عن التريننج داتا اللي هو تعلم عليها بيصير انه هو يخطئ فيها. فهذا هو مفهوم الاوفر فيتنج، تمام. طيب في المقابل في عندي حاجه اسمها اندر فيتنج. ايش هو الاندر فيتنج؟ زي ايش؟ زي هاي، يبقى هذه اندر فيتنج، يبقى انه تكون الشجره شالو ضحله، يعني الدبث تبعها مش عميقه كتير، يعني هذا بيسبب اندر فيتنج، لانه هو فعليا مش انه ما قدرش انه هو يتعلم كل الانماط اللي موجوده انا عندي في الداتا سيت. وفي نفس الوقت لو كانت الشجره ديب بيؤدي انه تكون عندي ال بسبب عندي ظهور مشكلة الأوفر فيتنج، تمام؟ إحنا بندور على إيش؟ على هاي المنطقة،
هنا هذه الكيرفز حتمر معانا كتير. هذه عشان بي ان جي، اوكي. هذه الكيرفز حتمر معانا كتير. ايش فينا عندي؟ في عندي تريننج وفاليديشن. طبعا هذا مين ابسوليوت ايرور. في عندي ايرور للتريننج وفي عندي ايرور للفاليديشن. هذا المفهوم بدي اياكم يكون واضح عندكم. ايش هو التريننج ايرور؟ ايش هو يا جماعه التريننج ايرور؟ نعم، مش احنا عندي اكس ترين وواي ترين؟ ما دام انا عندي واي والموديل بيطلع بريدكت بقدر احسب ايرور. والفاليديشن ايرور او خلينا نسميه تيست ايرور اللي هو على التيست بارت. لا كيف؟ بس تصير عملية تعديل الأوزان دروات كثير بهذا الشكل. هذا وقت التريننج هايو بنزل بنزل كل مكان أنا عندي الدبث تبع الشجرة إنه أكبر. يبقى في أنت عندك تريننج إيرور يعني انت بتدرب الموديل انه هذه افضل شجره انت وصلت لها اللي بتجيب لك اقل ايرور. في ايرور موجود، في ايرور موجود، كيف بتجيبه؟ انه انت هاي الموديل بنيته تمام، انت بتقول له انه خد خلي بالك انه هاي الاكس وهي الواي هالقد، ببدا يتعلم ببدا يتعلم، وصلت لافضل موديل انت ممكن توصل له. هاجيت الموديل هذا بيطلع لك واي، تعال انت قارنها بالواي الأصلية اللي موجودة في التريننج، ممكن يكون في ايرور، ممكن يكون في ايرور فيحسب. بس اللي بدي اوصل لك اياه هنا انه دائما انا عندي التريننج ايرور اقل من الفاليديشن ايرور، وهذا طبيعي لانه انت بتختبره على بيانات انه هو اوريدي قاعد بدرس عليها. اما هنا تعطيله بيانات جديدة عمره شافها، فكل ما تلاقي انت عندك الكيرف زي هيك التريننج اقل من الفاليديشن الامور تمام طبيعيه. نيجي لمفهوم الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. الاندر فيتنج احنا بدنا نقيس هنا مع الدبث تبعت الشجره انه لو الدكتور بيطلع على راس الفاليديشن وراس التريننج مثلا بيطلع عندك البرودكشن هنا في هاي المنطقه هذه بيطلع قد الجاب كبيره كثير على دي نظريا انا بحكي واللي هو عندهم التنظيف بس الرسم لا هي في فعلا جاب بس الجاب انت تعال تطلع هنا يعني مثلا لو كان المين ابسوليوت ايرور هنا مثلا في التريننج 200 وهنا ممكن تكون 600 في جاب صحيح بس 600 كايرور في البريدكشن للبرايسز كثير مقبوله كسعر بيت انه بلس ماينس 600 صحيح في جاب في فرق كبير تمام ولكن انه بضل انه مقبول. طيب مين ابسوليوت ايرور؟ هذا الازرق؟ لا لا هذا على التريننج داتا. صحيح كمان مرة هجيت أنا بدي أفترض أن أنا في عندي قسمين من البيانات هاي زي ما احنا تعودنا حكينا بدنا ناخذ حد زي هيك وهذا بدي اسميه اكس ترين وهذا واي ترين وهذا بدنا نسميه اكس تيست
وهنا y test. تمام؟ هجيت في التريننج بديله fit x وy اللي هم هدول، بديش اعيد اكتبهم، فعشان هيك انا اسهل لي انه اعمل لك سهم زي هيك. وهنا الواي هذه في هذه المرحله بقول له خلي بالك انه لما تكون انت عندك الفيتشرز شكلها زي هيك، هيك بيكون شكل الواي. هذا الاكزامبل الاول، ريكورد الاول، الانستنس الاول، الانستنس الثاني. لما تكون الفيتشرز زي هيك بيكون الواي زي هيك. بتعلم بتعلم بتعلم. تمام. الان ببدا بعدل في شكل الموديل، سواء كنت انه انا ببني ديسيجن تري، ببني نيورال نتورك، وات ايفر، فبالتالي بغير شكل الموديل بناء على التريننج داتا. تمام. هجيت الموديل هذا، هي افضل موديل انا وصلت له، هذا افضل موديل وصلت له. هجيت الموديل هذا مش بيطلع لي واي، يعني بقدر انه انا استخدم الموديل هذا انه يطلع لي واي، وعندي هنا الواي ترين، بقدر اقارنهم مع بعض ولا لا، واحسب الايرور ولا لا؟ كيف هي نفسها؟ لا، هذه الواي ترو. يعني هلقيت انت عندك هيو ام دوت فيت، الموديل دوت فيت، هنا حكينا ام دوت بريدكت بوتيتو اكس واحد اول اكزامبل، هل بيطلع لي نفس الواي واحد؟ مش بالضروره. بعد ما خلصت التريننج، بعد ما خلصت التريننج مش بالضروره. تمام. فبالتالي هنا عندي الايرور تبع التريننج، ممكن احسبه انه واي واحد طبعا طبيعه الحال ترو ماينس واي واحد تبع البريدكت. يبقى تحسب ولا ما تحسبش؟ ما دام الواي اللي ترو موجوده والموديل بيطلع لي واي، بحسب الايرور. ايش اسمه هذا؟ تريننج ايرور. ليش تريننج ايرور؟ لانه بحسبه على تريننج داتا. تمام. اما التست ايرور ايش بدي له؟ بعمل بريدكت للاكس تيست وبقارن مع الواي تيست، مختلف. تمام. خلصنا من هدول التو كيرفز، نيجي نرجع للاندر فيتنج والاوفر فيتنج. هجيت اول هذا 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 الواي هو المين ابسوليوت ايرور، والاكس هو الدبث تبع التري. لما يكون الدبث تبع التري قليل جدا او ضحل شالو، فهذا بيسبب انه يسبب عندي مشكله اندر فيتنج. تمام. ببدا بنزل الايرور لغايه مرحله معينه، تمام، وبعديها برجع بطلع تاني. اول ما يطلع تاني بصير في عندي اوفر فيتنج. يعني هنا بمعنى اخر هذه المنطقه افضل جنراليزيشن للموديل، افضل تعميم للموديل. والماشين ليرنينج انه انت تعمل موديل انه بيعمل لي جنراليزيشن يعني انه بيحقق افضل جنراليزيشن. فبالتالي هنا الشجره مش متعلمه يعني بتعملش كابتشر لكل الانماط بشكل جيد. كل ما زودت الدبث بتبداها تتعلم انماط اكثر 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 لغايه نقطه معينه، بعديها بيزيد الايرور، بيصير انه انا بعمل انماط سبيسيفيك لهذه الداتا سيت مش بشكل عام. ساعتها الايرور انا عندي بيزيد في هذه المنطقه. فبالتالي المطلوب مني هنا انه انا اضلني اجرب في الدبث تبع الشجره. تمام. هذا باريميتر ثاني بدنا نعمل له تونينج في الدبث تبع الشجره لغايه لما اصل لاقل ايرور، وخلاص بثبت هذا الباراميتر. تمام. فبالتالي واضحه الفكره يا جماعه؟ فبالتالي هنا كيف هذه غير النمبر اوف استيميترز، هذه باراميتر ثاني اللي هو الماكس ليف نود. يبقى هنا هاي امبورت للمين ابسوليوت ايرور، راندوم تري ديسيجن تري ريجريسور، وفي عندي هنا يوتيليتي فانكشن ايش اسمها؟ جيت ام اي.
get ام اي اي get mean absolute error. شو بديها؟ ماكسيموم او الماكس ليف نوت، هذا البارامتر بدي اعمل له تونينج، والترين اكس والفال اكس والترين واي وفال واي. شو بسوي جوا الميثود هاي؟ بعرف موديل باستخدام هذه البارامتر، وماكس ليف نوت بيساوي ماكس ليف نودز لهذه البارامتر، تمام؟ وبثبت الراندوم ستيت عشان كل مره يديني نفس النتيجه. بعمل فيت، بجيب البريدكشنز، بحسب مين ابسوليوت ايرور، بروح برجع المين ابسوليوت ايرور. اجيت هذه الفانكشن، بدل ما اضلني انا اعيد اكتب الكود اكثر من مره، بروح ايش بسوي؟ بروح بستدعيها في فور لوب زي هيك. يبقى هنا فور ماكس ليف نود ان، هي مجرب 5 50 500 5000، وراح استدعى هذه الدالة وجاب المين ابسوليوت ايرور. فباجي بطلع هنا، لما كان المين لما كان الماكس ليف نود 5 كان الايرور 374، لما كان 50 258، 543، 5054. فبالتالي اقل حاجة لما كان 50 بالضبط، لانه بنلاحظ انه هنا بيكون عالي بيبدا يقل، هذه اقل شيء، بعديها بيطلع برجع يطلع ثاني. نفس الكلام في هاي الرسمه بالضبط، نبدا اندر فيتنج لغايه لما اصل للبيست باراميتر، بعديها بيصير اوفر فيتنج، تمام؟ فهذا الكلام طالب انه انتم تطبقوه على هذا الاكسرسايز. ايش يعني النودز هذول؟ هجيت هنا فور ماكس ليف نود، هذا iteration variable، هايو اول مرة هايو حطيته في الليست مثبتة، ممكن تتعملها في فور زي ما انا عملتها قبل شوية. فانت ممكن تجرب 5 10 15 20. احنا بنقول انه عدد الاعتبار يعني الشد الاول اقوى، نعم، يعني مثلا نعم تحط فيهم البرايس. يعني انت تعال تطلع هنا، شوف هاي قديش انت عندك البريدكتد برايس 188,000 وهنا 78,000. لاحظ لما كان في عندك افرع ليف نود كثيره ايش صار في عندك؟ 233 170 188 146، صار في عندك دقه اكثر في البرايس. لا لا، ما حطش البرايس، حط ليف نود، عدد الليف نود. انت بدك في الشجرة انه يكون بس 2 ليف نود ولا 3 ولا 5 ولا 10 ولا 100 ليف نود ولا 5000، ايش افضل باراميتر؟ مين اللي بيحدد هذه الشغلة؟ النتائج، تمام؟ هجيت كل ما كان ليف نود اكثر كل ما كان في تفصيل في السعر اكثر، كل ما كان في تفصيل في السعر اكثر كتير كتير بسبب اوفر فيتنج. كل ما كان في الشجرة انت عندك ليف نود قليلة بس سعرين، يعني انت معقول انت عندك كل العقارات هذه والبيوت هذه مساحاتها المختلفة يا اما بتكون هذا السعر او هذا السعر، هذا اندر فيتنج، تمام؟ فهذا هو البارامتر. البارامتر هذا من وين؟ انت عندك في ديسيجن تري ريجريسور في واحدة من البارامترز اللي هي عدد الليف نوت. فهنا لو رجعنا للاسكي لير، لا لا انا في فرق بين النودز والليف نود. الليف نود دائما فيها التارجت البرايس، فبالتالي هنا هي دائما للبرايس، لكن هنا انا بتحكم في عددها. لما يكون انا عندي في هاي الشجرة كم ليف نود؟ هاي تنتين.
معنى ذلك أن الشجرة بتتنبأ لي بسعرين، يا هذا السعر أو هذا السعر. بالضبط. بالضبط. هذا إشي تاني، يعني هنا عشان هيك أنا بدي أفتح لك هنا على في عندي max depth وفي عندي max leaf node. حقيت هذه صحيح انه مرتبطة بهذيك، بس هذيك برضو ممكن اتحكم فيها لوحدها. يعني ممكن احدد ال depth تبع الشجرة انه انا اعمل له حد معين وبعديها خلاص انه ما تعملش اشجار اقصى من هذا الحد. وممكن انه انا ابدأ انه الماكس ديبث انه يكون انه مستوى او مستويين او ثلاث مستويات لغاية 10 مستويات، واشوف ايش البيست باراميتر بغض النظر عن عدد الليف نود، هو بيطلع البيست ليف نود. او ممكن الخيار الثاني اتحكم في هذا الباراميتر انه اعمل لي تفريعات في الليف نود اتحكم فيها هذا العدد، انه احدد الماكس نمبر في الليف نود. فبالتالي انه هذا باراميتر مختلف عن هذا الباراميتر، بس الاثنين مرتبطين مع بعض. حقيت هل هذا الباراميتر فقط اللي انت ممكن تعمل له اوبتمايزيشن؟ لا، في باراميترز ثانيه كثيره، فبالتالي ممكن تعمله بنفس انت ما دام فهمت الكونسبت خلاص. فهنا في الكود انه احنا جربنا وشفنا انه بيكون عالي بينزل اقل شيء، بعديها برجع برتفع، فبالتالي هنا انه هذا كله اندر فيتنج، هذا الاوبتيمال وهنا اوفر فيتنج. بس هذه الستبس تبعتي كثير واسعه، يعني 55 نطينا ل 500، فممكن هنا في هذه الجزئيه انه انت تعمل الستب بتصغرها. جرب لي 10 20 او 100 200 300 قد ما بدك. حقيقة في هذا الاكسرسايز بدي اياك تقرا كويس اوبتمايز موديل حسب ما هو طالب منك. اعتقد الباراميتر ماكسيموم ليف نود بس يطالب منك ستيب معينه في الشغلات اللي انت بدك تجربها. فجربوا هذا وشوفوا الاجابات تبعتكم صحيحه او لا. وبس تخلص اعمل كوميت وحطه بابليك. عن ايش بدك تسالي بالضبط؟ هذا مش واضح الامر لسه. كيف؟ انا مش عارفه، مش عارفه ليه جاب هذا. ليش ايش؟ لانه هذا شيء طبيعي جدا. انا اديتك مسائل الرياضيات، تمام، اديتك 10 مسائل، اديتك اياهم حليناهم مع بعض، دربتك عليهم، وبعديها رحت اختبرتك في العشر مسائل هدول. في العشر مسائل هدول رحتي جبتي 9 صح من 10، وبعديها انتقلنا لمرحله ثانيه قلت لك انه بعد يومين في عندك امتحان بدي اجيب لك اسئله ثانيه مختلفه خالص، برضو 10 اسئله. حقيقة اذا انت فهمتي الكونسبت صح من الاسئله تقدر تحلي اي سؤال. حقيقة في التست جبتي اسئله كثير كويس، بس كان اخطاء تبعتك انه اكثر، فبدل ما تحلي العشرة حليتي 7 من 10. ليش؟ لانه اسئله جديده مختلفه عليك خالص. فبالتالي في التريننج ايرور انه انت حليتي 9 من 10، هذا طبيعي. ليش طبيعي؟ لانه لسه الاسئله حالينها قبل شويه مع بعض، فاجيت سالتك فيها ثاني واحد بس نسيتي، ما عرفتيش تحلي. اما الامتحان اللي بعد يومين جبت لك اسئله مختلفه خالص، فطبيعي جدا انه تجيبي 8 من 10 او 9 من 10 او 7 من 10.
تمام؟ فعشان هيك الترين والفاليديشن في جاب بيناتهم، وطبيعي جدا انه يكون في جاب بيناتهم بالضبط. لكن كوجود جاب الكونسبت تبعها انه هذا هو السبب تبعها. في حدا عنده سؤال كمان؟